المنتخب اليمني قدم كرة جميلة جدا، ما كناش متوقعين برغم ظروف اليمن الصعبة وما مرت بها اليمن من ظروف صعبة، ما توقعش الشعب اليمني ولا انه يوصل لهذه المكانة. يعني حصلت مفاجأة للشعب اليمني وافرحونا صراحة، وان شاء الله يستمروا وان شاء الله اليوم يعطونا فوز ونتأهل للدور الثاني. وهذا ما أداه وما أبدعه في هذا المرحلة وبالذات هذا المرة، يعني أدى أداء رائع وأعجب به الجميع وأرتاح له ورفع رأس الكل. المنتخب اليمني هذه المرة تحسان ولعبوا تمام صراحة، لأول مرة المنتخب اليمني يعني يبيض وجوه اليمنيين ويشرف الجماهير اليمنية التي كانت في المدرجات السعودية في الملعب السعودي الملك. صراحة يعني لأول مرة نحن فخورين فيه، وإن شاء الله يستمر كذا على طول، وإن شاء الله الكأس الخليج لنا إن شاء الله هذه المرة. هذه السنة منتخب قوي جدا ومعه لاعبين ذات تكنيك وشباب، ما يعني ما كانش في ذلك المحاصصة لاعب قديم، لكن هذه السنة وحدوا الشعب اليمني، لا عاد خلوا لا جنوبي ولا شمالي. أداؤه بالدورة الخليج 22 أداء جيد ومتميز مقارنة بالدورات السابقة. لأول مرة أشوف المنتخب اليمني يلعب بهذا المستوى، وإن شاء الله أن يفوز بخليج 22. نفتخر أنه يوجد لنا فريق مثل هذا الفريق نافس به ويشرف اليمن أن يلعبوا بهذا اللعب المتميز والجيد.